عدنا لحضراتكم. حمص حكاية لطيفة قوي، بس هو أنا مش مدرك يعني. أنا دايما أشوف سلحفة صغيرة كده، الحاجات دي بيشوفها يمكن في التلفزيونات أكتر يعني. بس زميلنا العزيز الأستاذ إيهاب الهترية قال لنا حاجة غريبة قوي حصلت له بقالها 3 أيام. اشترى أو المدام اشترت، مش المدام برضه؟ أيوه اشترت السلحفة دي، هو حطها على الفيسبوك عنده، انهالت عليه العروض الداخليه والخارجيه. استاذ ايهاب ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. قول لي بقى ايه حكايه الحمصايه دي؟ ما فيش، انا عندي المدام رحت عادي، رحت السوق تعمل شوبينج يعني وكده، فلقيت صياد واقف في الشارع بيصطاد بيبيع سمك وحاطط دي. يعني هي مع الزحمه راحت لقيت ناس كتير بتتصور معاها. فهي بقى اول ما شافت دي هي كده مش قادره تمشي؟ هي كده بقى هي عايزه ميه، هي عايزه بحر. عايزه ميه؟ هي اصل ليها زعانف. يعني هي كده بتحاول تمشي بس مش قادره. مش قادره هي عشان الازاز بس متزحلقه منها. الازاز، امال ايه لو حطينا تحتها ورق مثلا تمشي؟ لا هي على الارض يعني، هي بحر ورمله وكده. يعني لو حطيناها على الارض برضو تمشي؟ هتمشي يعني البحر خشن شويه عن الازاز. فممكن تمشي. يعني كده بنعذبها؟ للاسف هي من يوم ما جابها الصياد اصطادها وهي بتتعذب. كل للاسف كل... يعني ايه بتعيط؟ بتعيط. بتعيط؟ اه. طب ليه بتعيط؟ عايزه ترجع بيتها. يعني هي كده بتعيط حاسه بالالم. طب ما احنا كده بنعذبها كده، لانه هي متعوده تعيش يعني، هي برمه ايه يعني، عايزه ميه، عايزه بحر. فهي بقى لها فتره، انا ما اعرفش الصيادة يعني، قول مثلا بقى لها اسبوع 10 ايام. هي جايه من البيت من عندك، هي كانت في بحر ولا كانت في ميه؟ لا ده هو صياد تقريبا اصطادها وما اعرفش تقريبا هربها بقى ازاي بقى من بوابات من اسكندريه او من اي ساحل. فهو عارف ان هو ممنوع بيعها، انه النوع ده خلاص بينقرض، فهم بيحافظوا عليه السلاله دي بالذات. فهو هربها ازاي وبيبيعها في الشارع؟ هو عارف، هو قال لك ابيعها هنا في مصر القاهره واخلص بس. فهي لما شافتها طبعا اديته الفلوس اللي معاه وخدتها منه وجبتها لي البيت. فانا اول ما شفتها طبعا قلت لها دي مش طبيعيه يعني، دي وراها قصه، وراها حدوته. عشان نعرف الحدوته بتاعتها دخلنا اليوتيوب وشفنا والفيس يعني عشان اعرف معلومات عنها. بس بعد كده لقيت بقى رئيس المحميات الطبيعيه في الغردقه دكتور احمد غلاب بيكلمني يقول لي انت عارف السلحفه اللي بيها؟ قلت له انا بصراحه انا عايز اعرف السلحفه دي ايه. قال لي لا دي بقى محرم وممنوع بيعها وتداولها، ده النوع بينقرض واحنا بنحافظ عليه، احنا مش عارفين هي جت ازاي اصلا من القاهره. فبنرجوك، احنا كنا بنفكر يعني واحنا بنكلمك قلنا هنكلم صياد تاجر هيتعبنا. فلا احنا لما شفنا هم يعني على طول دخلوا على الفيسبوك عندي وشافوا معلومات عني. فقالوا لي لا احنا عارفين احنا بنتكلم مع مين، واحد مثقف وفاهم ومش عارف ايه. فالمهم قلت له انا تحت امرك، انا ما عنديش مشكله خالص. اللي انتوا عايزينه قال لي احنا نبعت لك عربيه وناخدها وانت تيجي معاها ونستضيفك يومين عندنا وننزلها البحر وانت تنزلها بنفسك البحر. يعني ايه هتنزل البحر؟ هو هياخدها من حدك وينزلها البحر وخلاص. بس في محميه يعني من المحميات الطبيعيه اللي موجوده في البحر الاحمر. دكتور احمد غلاب، ازيك يا دكتور؟ مساء الخير يا دكتور. اهلا يا جابر بيه، ازي حضرتك؟ يعني انا واقف قدام ثروه قوميه دلوقتي ولا ايه؟ قاعد قدام ثروه قوميه؟ طبعا السلاحف البحريه دي ثروه قوميه بالنسبه لنا في البحر الاحمر. والله طبعا. طب اللي قدامي ده النوع يعني النوع اللي قدامي ده ادينا فكره عنه كده. طيب هو حضرتك السلحفه اللي قدام حضرتك اسمها السلحفاه سكريه المنقار، ودي من السلاحف البحريه اللي بتعيش عندنا في البحر الاحمر. تمام. هي ونوع تاني اسمه السلاحف الخضراء. البحر الاحمر الحقيقه من اهم المناطق اللي بتعيش فيها السلاحف دي، ان هي بتلعب دور مهم جدا في عمليه التوازن البيئي. ده نقطه. النقطه الثانيه ليها عامل مهم جدا في عمليه السياحه، لان السياح بيغطسوا في الاماكن اللي بتعيش فيها السلاحف البحريه، بيتفرجوا عليها وبيغطسوا يشاهدوا الحركه بتاعتها تحت الميه. الحقيقه انه السلاحف في مصر في يعني بعد 2000 بعد سنه 2000 مصر في يعني بعد 2000 بعد سنه 2011 كان حصل فتره الانفلات دي. الحقيقه انه السلاحف تعرضت لعمليه صيد جائر في البحر الاحمر. 2015 2016 اشتغلنا على مبادره اسمها مبادره حمايه السلاحف البحريه. تمام. كانت برعايه سياده الوزير الدكتور خالد فهمي واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. ونجحنا ان احنا نعيد
عمليه الاكسار والتوازن الطبيعي للسلاحف البحريه تاني في البحر الاحمر. كويس تمام مع حضرتك يا فندم. اي يا فندم. طبعا احنا عندنا جزيرتين في البحر الاحمر من اهم الجزر اللي هي بتعشش عليهم السلاحف. السلاحف دي ليها دوره حياه طبعا زي اي كائن بحري. هي بتبيض الحقيقه بتبيض على الجزر البحريه. جزيره الجفتون في الغردقه ان شاء الله اللي احنا منتظرين هنعيد اطلاق السلحفاه حمص. الاستاذ ايهاب بنشكره ان هو يعني انقذها. هنعيد اطلاقها بالقرب من جزيره الجفتون في الغردقه. يعني دي مسروقه من احدى المحميات. والله يعني اعتقد ان هي مسروقه من الساحل الشمالي لانه البحر الاحمر والغردقه. طب واللي كان سارقها دكتور مش سارقها بقى يتاجر فيها لان ده هم شاريينها ب 500 جنيه. هو الحقيقه انه كان يعني في ظاهره من فتره حتى كان الميديا اتكلمت عنها في اسكندريه. كان عمليه ذبح السلاحف في بعض الاسواق العاصفه والحاجات دي. ده في الاسكندريه لانه في بعض الخرافات ان دمها بيشفي من امراض معينه ودي كلها خرافات يعني الحقيقه موجوده في الشارع. لكن طبعا هي السلاحف ليها القيمه بيئيه واقتصاديه بالنسبه لمصر قيمه عاليه جدا. نامل ان شاء الله ان احنا نعيد اطلاقها مره اخرى في الغردقه. يعني دي اللي قدامي دي برضو ثروه قوميه اقول برضو كده؟ طبعا لان هي ثروه قوميه لان ده نوع من الكائنات استطاع ان هو على مدار العصور والزمن ان هو يتكيف ولا ينقرض ووصل ان هو يعيش في العصر اللي احنا عايشينه ده. سنها كام يا دكتور؟ تديها سن قد ايه دي؟ هو النوع ده من الحقيقه من السلاحف انا كنت يعني ما كنتش شايف السلحفه لما بعتها للاستاذ ايهاب كويس جدا لكن ده نوع من السلاحف اللي هو سقريه المنقار بتوصل لمرحله البلوغ عند عمر 40 سنه لما بيوصل طولها 90 سنتي. لا هي اكتر من 90 سنتي. هي اكتر من 90 سنتي وهي عمرها معدي ال 40 او 50 سنه الحقيقه. دي عمرها 50 سنه. تقريبا. دكتور بعد اذنك. اتفضل يا ايهاب. عايزين بس توضح قيمتها البيئيه قد ايه؟ السلاحف البحريه ليها دور زي ما قلت لحضرتك ليها دور كبير جدا سياحي وترويجي التوازن البيئي. يعني احنا بيظهر عندنا في الساحل الشمالي في اسكندريه المشاكل بتاعت قنديل البحر سبيب المصطفين. النوع ده من السلاحف بيتغذى على هذا النوع من قنديل البحر لما بتختفي السلاحف بيظهر قنديل البحر بكثره بيسبب مشاكل بيئيه بيعمل خلل في التوازن البيئي وهكذا. احنا عندنا مشاكل كثيره حضرتك قلت بعد 2011 حتى يعني بعد الثوره الحاله البيئيه حصل مشاكل للنوع ده تحديدا من السلاحف حتى في البحر الاحمر يعني لان هو كانت الصيادين بيصطادوها بيبيعوها ب 500 جنيه او ب 1000 جنيه وبياخدوا الدرقه بتاعتها بتدخل كانوا بيصدروها تركيا وتدخل في صناعه الاخشاب والحلي والحاجات دي كلها. وعانينا الحقيقه فتره في البحر الاحمر من عمليه الصيد الجائي للسلاحف البحريه دي. لكن الحمد لله نجحنا في 2015 و2016 من خلال المبادره اللي عملناها مبادره حمايه السلاحف دي. كان الصيادين جزء من المبادره دي الحقيقه. وطلبت المدارس في الغردقه والبحر الاحمر كانوا جزء من هذه المبادره. والحمد لله نجحنا في ان احنا نعيد يعني كل الابحاث بتاعتنا التقارير بتاعتنا في 2016 بتشير الى ان هو بدا يرتفع عمليه الاعداد السلاحف الموجوده عندنا في البحر الاحمر. دي 80 يا دكتور. دي 80 سنتي. 80 سنتي يبقى عمرها تقريبا 40 سنه. 40 سنه. 80 سنتي يبقى 40 سنة؟ 40 سنة أو أقل من 40 سنة لأن هي 90 سنتي 80. يبقى بالظبط طيب 40 سنة لأن هي مرحلة البلوغ بتاعت النوع ده من السلاحف. لا استنى يا دكتور 92 سنتي أنا آسف 92 سنتي 92 سنتي 92 سنتي يبقى دي يعني 92 سنتي 50 سنة تقريبا 50 سنة تقريبا. طيب احنا واحنا حطيناها كده المفروض حضرتك تبعت حد ياخدها ولا احنا اوريدي احنا يعني احنا عندنا حد يجي يستلمها عشان تمارس
طبعا احنا هننزلها وهيجي الاستاذ ايهاب بالغردقه وهننزلها في المحميات الطبيعيه عندنا في الغردقه. والنبي لانه هي 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 بتعيط يا دكتور مش كده؟ دي بتبكي برضه زينا يعني لا هي يعني هي منزله حاجات من عينها كده بينزل يعني زي ميه من عينها لان هي يعني يعني اعتقد ان هي عايشه في بيئه جافه مش البيئه بتاعتها محتاجه ميه البحر علشان يعني تعيد تاهيلها وتقدر تكمل دوره الحياه بتاعتها تاني. طيب انا يعني انا مبسوط في فكره انه ان احنا يعني بنساهم بنسبه ما في اعاده التوازن البيئي انجاز التعبير يعني. وانا شاكر لحضرتك ان انت تواصلت مع الزميل ايهاب ويعني واهتميتوا بالمساله دي. ربنا يديكوا الصحه وطوله العمر تقدروا تعملوا التوازن المطلوب في البيئه يعني. فبس هنبقى نبعت مع حضرتك كاميرا بقى بس التسليم والتسلم كده من باب ان احنا بنسلم دفعه عسكريه يعني. ايوه فمن باب التسليم والتسلم ان شاء الله نبعت مع حضرتك كاميرا نشوف حضرتك وانت بتنزلها بقى وبتاع يعني احنا لازم هننزلها ونعرض الفيديو بتاع لازم لازم عند حضرتك في البرنامج لازم انا شاكر لحضرتك. عايز تقول له حاجه؟ لا خالص احنا متواصلين مع بعض يعني. طيب تتواصلوا مع بعض ان شاء الله باذن الله مفيش مشكله. اشكرك يا دكتور شكر جزيل دكتور احمد غلاب مدير محميات البحر الاحمر. طب لو انا حبيت مثلا اخد سيلفي معاها اعمل ايه؟ ممكن تشيلها يعني اطلع فوق الترابيزه يعني ولا اعمل لا انا اجيبها لك كده على جنب. ايه رايك؟ ولا احنا كده هنتعبها؟ لا ما نعذبهاش. لا هي بتتعذب بقى لها اسبوعين يعني الواحد ياخد سيلفي مع حمص ده شغل. ها قول يا راجل اطلع فوق الترابيزه ولا ايه؟ امال ايه يعني؟ بص حضرتك اطلع يا ماجد. لا القصر وحش برضه يا راجل. هجيبها لك. ايوه مش عايزين نعذبها بس. هات يا راجل. بس هي عايزه شويه. عايزه شويه. طب شيلها لي كده. تعرف تشيلها ولا لا؟ طبعا ولا شيلها كده اهو. بص نحطها على الارض وتشيلها من الارض. لا انا هشيلها كده اهو. لا تقيله هاتها بس. ده انا عنتيل. تقيله. لا ده انا عنتيل يا جدع. بسم الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. لا ده انا الله العظيم ده حاجه جامده. هي كده صح؟ كده عايز اجي لك هنا اهو. طب والله العظيم بس دي تقيله فعلا. تقيله. ها تقيله. والله العظيم محميه طبيعيه توازن البيئي. والله العظيم استنى كده ما تجيب بوس. والنبي تجيب بوس. يلا يا ريس شغل يا ريس يلا.